أنا بعمل بأصلي يا ابن العربي، ومش هعمل زي أبوك ما عمل. أبويا، هو أنت يعني قصدك إن اللي حصل لأبوك ده يعني كان بسبب أبويا؟ أبويا؟ لا محمود، ده أنت دماغك راحت لبعيد. أبوك ذنبه إيه؟ دول هما رجالة المقاومة اللي قتلوا أبويا. على العموم دي حكاية قديمة، اللي حصل حصل، متفكرنيش.
بقول لك ايه، عشان كنت اولى بورشه الميكانيكا من الغريب اللي ابوك اكرها له ده. انت بتفهم في الميكانيكا يا نجاتي عشان تاجر الورشه؟ اه كنت قلبتها اي حاجه اكل من وراها عيش. بس اعمل ايه في ابوك اللي طول عمري ما بنزلوش منزور. فضنا من سيره ابويا دي. الا اخبار اختك توحى ايه؟ ما جاتش يعني تقضي النسيم في بورسعيد؟ توحى، هو انت بتسال عن توحى ليه؟ واحدك ليه يا جميل؟ ما تيجي نشم النسيم سوا، ناكل مع بعض الملوح. معقول يا مملوك؟ كل مرة تطلع ساعة اللي رايح واللي جاي بيعكس فيا يا أخي. معلش يا حبيبتي، حقك عليا غصب عني والله. كان عندنا ضيوف لسه ماشيين دلوقتي. كابتن يلا. يعني الحق عليا اني ما روحتش بورسعيد اقضي اليوم مع بابا ونور عشان اقابلك. معلش يا حبيبتي، حقك عليا. خلاص بقى، ما تبقيش قماصة. هو احنا رايحين فين؟ احنا رايحين على فيلة خالي في الفيوم. الجو هناك يجنن. لا ولا الخضرة بقى. ممدوح، لو ما رحناش القناطر دلوقتي انا هنزل اركب اروح بورسعيد. يا ستي خلاص خلاص خلاص، في ايه؟ ساتر، هو بس تبطلي نشوف ايه دماغك دي؟ يا قمر، بس انت برضه انت بتحبني صحيح يا ممدوح؟ عندك شك في الكلام ده يا حبيبتي؟ بصراحة مرات بحس اني اخر حاجة في قائمة اهتماماتك، يعني الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب واتحاد الطلبة. وده المفروض انك انت تبقي مبسوطة بيه يا حبيبتي، اني مشغول بمستقبلي السياسي وتقفي جنبي وتشجعيني، لأن ده المستقبل اللي هيجمعنا سوا سوا. مستقبل سياسي يا ممدوح؟ أظن دلوقتي في المرحلة اللي أنت فيها أهم حاجة الدراسة والجامعة، مش ده مستقبلك الحقيقي؟ ومصالح الناس يا توحة، شو ده مستقبل البلد؟ ومصالح الناس دي مش محتاجة اللي يعتبرها مصلحته الشخصية عشان ينقلها للمستويات الأعلى؟ ده من خلال الكفاح الوطني والنضال السياسي والتنظيمات الشعبية الرسمية الجماهيرية. أنا في رأيي إن الحاجات دي هي الصلة الأساسية بين الحاكم والمحكوم. هو ده اللي أنا بعمله يا توحة، إيه رأيك؟ ممدوح، أنا مش فاهمة أي كلمة من اللي أنت قلته. أنت بتجيب الكلام ده منين؟ شفت بقى يا حبيبتي؟ أهو أنت حبيبتي ومش فاهمة اللي أنا بقوله. عشان كده بتيجي أهمية دورنا في الالتحام بالقواعد الشعبية لشرح حقوقها وواجباتها، علشان تاخد دورها الوطني وتلتحم مع قوى الشعب العاملة. طب ومنظمة الشباب دي اللي أنت متحمس لها قوي وعمال تكلمني عنها وبقيت عضو فيها، هتفيدك في حاجة؟ منظمة الشباب بقى دي يا حبيبتي خطوة أولى بعد عضويتي في الاتحاد الاشتراكي، خصوصا إن في اهتمام على كل المستويات بالمنظمة دي، لأنها هي اللي هتخرج الكوادر والقادة اللي هيمسكوا البلد في المرحلة اللي جاية. واللي أنا يا حبيبتي هبقى واحد منهم. ممدوح، أنت كلمت خالك عني؟ خالي مشغول على الآخر يا طوحة، ربنا يكون في عونه. أنا بقعد بالأسبوع ما بشوفهوش. الوضع في المنطقة معقد جدا جدا يا طوحة. خالي بيقول إن إحنا بنمر بمرحلة في منتهى الخطورة وبسرعة شديدة جدا. صعب جدا التهدئه في المنطقه دي. هو خالك بيشتغل ايه؟ قصدي يعني انت كان صدق كلمتني كتير قوي عنه، بس عمرك ما قلت لي هو بيشتغل ايه بالظبط. توحى من فضلك بلاش تساليني الاسئله دي. هو سر يا ممدوح؟ اكتر شويه. طب ما تكلم باباك في موضوع جوازنا. لا 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 لا، بابا ايه، ما ينفعش طبعا، خالي اللي مربيني اصلا وهو اللي عارف كل حاجه وكلمته بتمشي على الكل، ما حدش يقدر يكسرها ابدا. للدرجه دي؟ واكتر واكتر يا توحى. انت اتجننت؟ ايه ده؟ كده يا حبيبتي؟ اتجننت عشان بحبك؟ ده انا مستني الفرصه تيجي بفارغ الصبر عشان اكلم خالي في موضوع خطوبتنا عشان نبقى سوا سوا. الفسيخ جاهزين ومستنيينك. يلا تعالى قول بسم الله. برضه مفيش فايده فيك يا خيريه، فسيخ ورنجه
وانت عارفة ان صحة بابا في النازل يوم عن التاني وما بقاش يستحمل الحاجات دي؟ يا كنش ابوكي لوحدك ومحدش غيرك خايف عليه؟ ايه رأيك بقى؟ بابا هو اللي طلب الرنجة والفسيخ والملوحة، اكسفه؟ اقول له لا؟ ولا انت عاوزاه يزعل مني؟ حرما يا بابا. جمعا يا بنتي ان شاء الله. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حاجة، السفرة جاهزة واحنا ربطنا بطننا وما رضيناش نتغدى لما تصحى من النوم. ما بلاش الفسيخ يا بابا. ايه يا فاطمة؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، من نفسي يا فاطمة. يا عالم، هعيش لشم النسيم الجاي ولا لا؟ اتفضل يا حماية بالهنا والشفا، بس ما تكترش. هتعد عليه من الاول يا منصور؟ سيبه يقول بسم الله وياكل اللي نفسه فيه. ايوه قولي له يا خيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وده مين اللي جاي لنا يا سعادة دي؟ ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا مرعي يا اخويا، جيت في وقتك، اتفضل. خالو جه، خالو جه. ازيك يا حسين، وحشتني. وانت كمان يا خالو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا، تعالى يا واد يا حسين عشان تاكل. ازيك يا مرعي، حماتك بتحبك، اقعد كل معانا، اتفضل. متشكر يا منصور، اتفضلوا انتوا بالهنا والشفا. كلام ايه ده يا ابني؟ بقى تبقى بيت ابوك والاكل قدامك على السفرة. لا وايه، فسيخ وملوحة واللازم منه، وما تاكلش مع ولادي. سبقتكوا يا حاج بالهنا والشفا. ان شاء الله تقعد معانا من غير اكل، المهم تبقى قاعد في وسطينا. متشكرين يا فاطمه، وانا هتكسف. معقوله دي؟ ده انا في بيت ابويا. اقعد يا ابني. بسم الله. اتفضل. ازيك يا ابني، وازاي امك؟ بخير والحمد لله. انا قلت اجي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كتر خيرك يا ابني، انت جيت في وقتك. بقول لك ايه، يلا ما تعدي عليها بكره في المكاله، انا عايزك في حاجه مهمه. يلا بسم الله. هو الحاج كان بيودود مع مرعي بصوت واطي بيقول له ايه؟ وانت شغله نفسك ليه يا خيريه؟ واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ اصلك ما تعرفش امه عملت فيا زمان ايه انا وماما الله يرحمها. دي ياما ورتنا ايام سودة، وياما وقفت لنا قدام باب الشقه وردحت لنا، وفرجت علينا الجيران وبهدلتنا. ست حرباويه. ما هو مرعي ابنها ده يبقى اخوكي برضو يا خيريه. وبصراحه بقى انا ما بتعجبنيش طريقه استقبالك ليه. اخويا على عيني وراسي، بس لوحده. قصدك ايه؟ مش بعيد تكون ام 44 هي اللي بعتها عند الحاج، يمكن عاوزاه يرجع اللي فات والميه ترجع لمجاريها. عشان كده ما بديش وش المرعي عشان يقتصر عنا هو وامه. اخ منك، اخ منك يا خيريه، ربنا يخليك ليا. عارفة يا نورة، الخطاب اللي قاله الريس في عيد العمال ده يطمن الواحد على البلد ويخليه يحس كده انها رايحة للأحسن والأحسن. ربنا يحرسهولنا. أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وفتحت في بورسعيد ولا قلبي متعلق بالفنار، كل ما ينور ويطفي أكنه دقة قلب، قلب حي بينبض. الفنار كل لمعة فيه أكنها دقة قلب، والفنار واقف كأنه حارس على الكنال. يا بابا سبحان الله، كأنك شايف الفنار ومتونس بيه كمان. جايز أكون مش شايف لكن حاسس. الإحساس يا بنتي أكبر نعمة ربنا اداها للإنسان، ولو فقده يبقى مات حتى لو كان لسه عايش. طب خد من ايدي الشاي بقى. مالك يا بابا؟ انت مش زي عوايدك، حاسه زي ما تكونش مبسوط. اختك وحشتنا توحى. الظاهر ان احنا ما بنوحشهاش زي ما بتوحشنا. كان يجرى ايه يعني لو كانت جت قضت شم النسيم معانا وسافرت في قطر بكره الصبح؟ معلش يا بابا، انت عارف هي ما بتحبش تضيع وقت، ومذاكره بقى وخلاص الامتحانات قربت. لا امتحانات ايه، هي ظاهر اللي ما بقتش تحبي تيجي بورسعيد. عموما هانت، كلها سنتين
وتخلص وتيجي خلاص تعيش معنا هنا في بورسعيد. انا عارف بس ليه ما دخلتش كليه هنا في بورسعيد، على الاقل كانت بقت في وسطينا وكانت شالت عنك وقامت على خدمتي انا واخواتك، كان زمانك انت كمان اتجوزتي بدل ما انت مربوطه مخطوبه بقالك سنين. مش كفايه ان انت بطلت تعليم بعد الثانويه العامه واشتغلت بيها في مصنع الملابس عشان تقومي على خدمتنا بعد المرحوم امك؟ ايوه بابا، بس انا ما اشتكيتش. والله كتر خيره خطيبك، جدع شهم وابن حلال وابن اصل، ساكت ومستحمل الظروف، لكن لحد امتى؟ ما هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ماشي يا بابا، قول بقى انك خلاص زهقت مني وعايزني اتجوز واسيب البيت واسيب بورسعيد كلها. حد يزهق من روحه وقلبه وعقله؟ ده انت يا بنتي اللي ربنا عوضني بيكي بعد المرحومه، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. لما هنقول ايه، دي سنه الحياه الله يرحمها. يا حبيبي يا بابا، ما نتحرمش منك ابدا، ربنا يخليك لي. محمود اخوكي مش كده؟ خلاص يا بابا، هنفضل كده سايبينه قاعد عند نجاتي؟ مع الف سلامه. ازاي بس يا بابا، احنا كده نبقى بنرميه في النار بايدينا، وبعدين هو هيفضل قاعد مع نجاتي ليل مع نهار، شوف بقى هيعلمه ايه، وش حال بقى تاثير نجاتي عليه هيوصله لايه. انا رميت طوبته على راي المثل، قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليا حجر. يا بابا محمود ابنك هيفضل شايل اسمك لحد اخر العمر. وهو لو كان خايف على اسم ابوه كان عمل اللي عمله؟ ولا صاحب نجاتي ابن عزوز؟ معلش يا بابا، الصغير دايما بيغلط لكن الكبير برضه دايما بيسامح. لا انا خلاص فاض بيا. ازاي بس يا بابا قلبك يفيد بيه وهو كله حب وحنان ملوش اول من اخر، ده بيغرف وبيدي للغريب، ايش حال بقى ابنك؟ دمك ولحمك يا عم العربي. كلامي كنوره كل مره بيبقى زي البلسم، بيشفي جروحي ويطفي ناري ويخليني ارجع اصفى من تاني. ربنا ما يوجع لك قلب ابدا يا بابا. روحي هات اخوكي من عند اللي ما يتسمى. ربنا يخليك لينا، ما تحرمش منك ابدا يا بابا، انا مش هتاخر عن اذنك. تعالي يا نوره. نعم. قولي لاخوكي ابوك بيحلف برحمه امك اللي عمره ما حلف بيها كده، لو تاني مرة رجعت البيت سكران ولا مشيت مع نجاتي ابن عزوز لا انت ابنه ولا يعرفك، وحيرميك في الشوارع ان شاء الله ينهش لحمك كده بالسكك. محمود هسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة، انت بتحب ابوك وابوك غالي عليك ولا لا؟ السؤال برضو تسأليه، ابويا ده اغلى واعز حاجة عندي في الدنيا، انا ما بستحملش عليه الهوا الطاير. فاكرة لما جم قالوا لنا ان الشازية طيرت عينيه وتعالى، فاكره حصل لي ايه؟ ايوه فاكره. طب اللي بيحب حد يعمل فيه كده يرضيك يتقال ابن العربي مسعد صايع من غير لا شغله ولا مشغله؟ يرضيك يتقال ابن العربي مسعد بيرجع كل يوم سكران لوش الفجر؟ يرضيك يتقال ابن العربي مسعد مش لاقي ولا شغله ولا فلح فيها من يوم ما اترفد من المعهد يا محمود؟ حتى انت كمان يا بنت امي وابويا هتعايريني. انا بعايرك؟ هو انا لهجتي فيها شماته؟ لو كانت لهجتي فيها شماته كانت تبقى معايره. بالعكس يا محمود، ده الكلمة قلبي ما بقولها لك بحس إنها بتجرحني قبل ما تجرحك أنت، أنا بقولها لك من خوفي وحب ليك. لو كان أبويا بس سابنا سافر وأركب البحر ما كانش في أي حاجة من دي حصلت. عاوز تسافر وتسيبنا؟ هنهون عليك؟ أنت عاوز تعمل في أبوك إيه؟ عايز تموته بحسرتك؟ أنا ماليش لقمة عيش هنا، والبلد اللي هلاقي فيها لقمة العيش هتبقى هي دي بلدي، وحلمي مش ممكن هيتحقق هنا أبداً. انتوا كمان مش هتموتوا لا من الجوع ولا من الزعل، سيبوني بقى شق طريق. ما كنتش اعرف انك قلبك قاسي علينا قوي كده، ده انا النهارده يا محمود لما غبت ساعتين بس لا تهنيت على اكل ولا على شرب ولا على راحه بال، كان قلبي طول الوقت واكلني عليك، واول ما شفتك وتملت عيني بيك حسيت ان روحي ردت لي تاني. النبي بتزعلي غصب عني، هعمل ايه بس؟
بس لو ابويا يسيبنا سافر. خلاص يا محمود سافر. يعني انت موافقه؟ ايوه موافقه، بس بعد العمر الطويل لابوك خليك هنا يعني وسطينا، ما انسه عشان هو فاكر يعني لما يروح هيسيب بنتين والاثنين وابنه الصغير لاخوهم الكبير الراجل اللي هيبقى واقف لاخواته من بعده ويبقى هو ابوهم. سيبه يا محمود سيبه عشان يرتاح في رقدته الاخرانيه، رقدته اللي ما يشيلش فيها هم لولا حسرته علينا. سيب ابوك يبقى ميت وهو راضي عنك، علشان لما ترجع ومعاك كنوز الدنيا وتدور على رضا ابوك عليك ساعتها مش هتلاقيه. ما تشيلش هم اخواتك، انا موجوده، انا مش هستحمل ان قلبي يبقى متمزع وكل حته منه في مكانه. انا هضمهم جوه حضني واربيهم وهنسيهم خالص ان ليهم اخ كبير وراجل. خلاص يا نور خلاص انا جاي معاكي. اوعى تتكلم مع نجاتي ده تاني وتقطع علاقتك بيه خالص. الا قبل ما يتقفل الباب بدقيقه واحده. تر تر تر. يا سلام ايه ده كله ايه ده كله. حاسه اني فرحانه قوي، حاطير من السعاده. طبعا ما انتي خدتيني حجه عشان تقعدي هنا في يوم زي ده وتقابلي سي ممدوح بتاعك وتحرميني انا ان انا اشوف امي واطمن عليها. وماله، هو مش انتي صاحبتي ومتربيين مع بعض من واحنا قد كده والبيت جنب البيت في بورسعيد؟ يبقى خلاص تقفي جنب صاحبتك في موقف زي ده. ده لو كان سي ممدوح بتاعك ده يستاهل اصلا. يستاهل ونص. تاكلي شوكولاته مستورده؟ جبتيها منين دي؟ الحاجات دي ممنوع استيرادها. هي ممنوع بس على ممدوح وخاله مفيش حاجه ممنوع. شوكولاته، ويسكي، سيجار فاخر، هتاكليها ولا كلها انا؟ توحى بعدي عن ممدوح احسن. ليه بقى يا ست صفاء؟ ماله ممدوح؟ ابن ناس وعربيته تجنن. مظبوط، بس طبعا تلاقيه كلمك عن تلاحم قوى الشعب العامله وكوادر السياسية اللي مهمتها نقل نبض الجماهير للمستويات العليا وعدم تكريس الامتيازات لطبقة معينة. شويتين بتوعه دول بنتي ولا كأنك كنت معانا. هو فعلا قال الكلام اللي انت بتقوليه ده وكلام تاني في السياسة وطبعا ما فهمتوش. وبعدين ما انتوا زملاء في العمل السياسي ده، فيبقى خلاص الحال من بعض ومعترض على ايه. لا يا توح، انا مش زي ممدوح، لاني واثقة ان كلام ممدوح ده كله شعارات، ما عندوش مبدأ بيؤمن بيه. مبدأ ممدوح الوحيد في الحياة هو المبدأ الميكافيلي. شوف يا توحة، أنا عايزة أقولك على نصيحة، ابعدي عن اللي اسمه ممدوح ده أحسن. ليه بقى إن شاء الله؟ لأن الراجل ده خطر. كفاية أقولك إنه قريب صالح البرجاوي اللي سيرته بس بتخلي ناس كتير قوي ما تنامش الليل. ياه، هو صالح البرجاوي مهم قوي كده؟ إيه ساكتة ليه وبتبصي ليه حواليكي؟ الحيطان ليها ودان. يا سلام، للدرجه دي خال ممدوح شخصيه مخيفه قوي كده؟ صالح البرجاوي ده يبقى. ادخل. والدتك على التليفون يا صفاء. حاضر انا جاي حالا. معقوله خال ممدوح يبقى هو الراجل المرعب ده؟ عندكم محاضرات وبحث لازم تقدموه اخر الاسبوع. طيب يا بنتي يلا ربنا معاكي. طب يعني مش هتقدري تيجي انت وتروحي يومين ثلاثه كده؟ هقول لك ايه. طيب يا حبيبتي مش عايزه اي حاجه. بقول لك ايه، خلي توحه تكلم نوره. الو. ايه توحه، ازيك يا بنت وحشتيني، عاملة ايه كويسة؟ كده برضو مش هتيجي تقضي معانا شم النسيم؟ طيب خلاص
الظاهر بقى ان احنا ما بنوحشكيش. اصل انا قلقان عليكي قوي يا توح، خلي بالك من نفسك. خلاص هنستناكي لما ترجعي بالسلام. طيب اسمعي، سلمي لي على صفاء كتير. طيب وخلي بالكم من نفسكم قوي، ها؟ ربنا يستر، ربنا يستر يا حبيبتي. مع الف سلام. مع السلامه. يا رب استر يا رب. جرى ايه يا نور؟ هي توحه صغيره عشان تقلقي عليها بالشكل ده؟ مش عارفه والله يا ابو العنايات، ما كانتش تبقى هنا معانا ببورسعيد، على الاقل كانت تبقى قدام عينينا. يا ستي كلها اقل من شهرين وتخلص امتحاناتها وترجع بورسعيد. الا قولي لي اخبار العربي ايه؟ صحته كويسه؟ الحمد لله كويس. سلمي لي هديه، بس يظهر ان احنا ما بنوحشوش، لان ولا بيحاول يخبط علينا الباب ولا بيجي معاكي يسال علي. اختك عامله كويسه وبخير؟ الحمد لله زي الفل، ما تقلقش عليها. هي بس يا دوب الامتحانات على الابواب، هي عايزه تركز في المذاكره. ربنا معاها. على فكره قبل عنايات سالتني عليك وزعلانه منك عشان لا بتسال ولا بتطمن عليها. يا سيدي الجيران لبعضها. البركه فيك يا نوره، ما انت بتزوريها وبتسالي عنها. صعبانه عليا قوي، الله يكون في عونها. عايشه وحدانيه، اهو فتحي ابنها بيشتغل في مصر وصفاء كمان في الجامعه هناك، يعني عايشه وحدانيه زيك كده بالظبط يا بابا. وحداني. وحداني ليه؟ وانت واخوك يحيى رحتوا فين؟ انا بقصد يعني بابا من ساعه المرحومه ماما ما ماتت وانت ما فكرتش تتجوز، وقبل عنايات كمان ما فكرتش في الجواز من بعد ما اتطلقت من جوزها. يا نوره قصدك ايه؟ انا بقول يعني يا بابا انت ليه ما فكرتش تتجوز قبل عنايات؟ لا انت هتلاقي احسن منها ولا هي هتلاقي احسن منك، وخصوصا يعني ان انتوا جيران وظروفكوا زي بعض. ولا انت خلاص نسيت قصه الحب القديم؟ انت ايه حكايتك يا نوره الليله؟ هتشتغلي خطبه ولا ايه؟ لا والله يا بابا انا بتكلم بجد، ولا حبك القديم لابو العنايات خلاص راح؟ انا فعلا حبيتها، كنا جيران زمان ومتربيين سوا، وما تمنيتش حاجه في حياتي غير ان اتجوزها. طب ده انا ما كنتش بنام الليل الا لما اطلع السطح والمحها في بلكونتها واتملى بيها واشبع منها. ايه يا بابا وبعدين كمل. اي نعم انا اعرف من ماما الله يرحمها ان كان في موضوع كده بينك وبين ابو العنايات، لكن ما اعرفش القصه بتفاصيلها. هي اتخرجت من الجامعه بقى وخدت شهادتها، ولي كنت يا دوب ابتدائيه قديمه، فتحت ورشه ميكانيكا. بعدين قلت في نفسي لو بتحبني مش هتحسي بالفرق. وتقدمت لها؟ ورفضتني. جايز يعني عشان ما معيش شهاده زيها، وجايز عشان انا صاحب ورشه ميكانيكا، انما هي بقى اتجوزت واحد معاه شهاده بيه استاذ. ايوه بس بعد كام سنه اتطلقت وسافر واتجوز بره وبعدين مات وخلاص. لكن انا كنت اتجوزت امك. انا قلت في نفسي اتجوز واحده بقى من توبي وعلى قد حالي، واحده طيبه ترضى بيا. لكن بعد ما اتجوزت امك حبيتها حب ملوش مثيل، حب نساني القديم والجديد، حب خلاني اتمنى منها بس نظره رضا الله يرحمها. الله يرحمها. امك لسه جوايا يا نوره وعمري ما نسيتها. ايوه يا بابا بس الظروف دلوقتي خلاص اتغيرت. ظروف حضره النظره هي اللي اتغيرت، بقت وحدانيه ومش لاقيه حد قدامها غيري، انما اني مفيش حاجه اتغيرت في حياتي. امك لسه جوايا، طفها ما بيفارقش خيالي، عايشه حواليا، عايز انا اتجوز عليها يا بنتي. حبيبي يوسف، كان اليوم طويلا وعاصفا ولكنه انتهى على خير والحمد لله. كنت اتمنى لو كنت الى جواري اليوم، شم النسيم ليس كأي يوم في بورسعيد، إنه مناسبة خاصة لا يعرفها إلا من رآها بعينيه. وأنا لا ألومك يا حبيبي، فأنا أعرف إنك هناك على الجبهة تؤدي واجبا وطنيا غاليا،
ولكن ماذا أفعل في شوقي لك ورغبتي في أن تكون إلى جواري في كل لحظة؟ وحشتني كثيرا ولم أعد أطيق غيابك أكثر من ذلك. رجعت بالسلامة يا عربي. الشوق خدني وجيت جري على البيت، ما قدرتش استنى لما اخلص شغلي وارجع اخر النهار. بطل بقى شويتين بتوعك دول، تلاقيك ما عندكش شغل في الورشة قلت تروح. وحياة غلاوة اغلى يا ماما شافتها عنيا، الشغل كتير في الورشة، انا اللي جابني قلبي ده اللي عمال يدق 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 حتى اسمعي كده. وبيدق لمين بقى؟ تلاقيك جاي وطالع السطوح مخصوص، يمكن عينيك تتكحل بحبيبة القلب بتاعت زمان. ماني عليها متكحلة اهو بحبيبة قلبي اللي واقفة قدامي دي. وعنايات مش جايز رجعت تحنلها بعد ما اتطلقت وبقت وحدانية. يا سلام على غيرتك الحلوة، شطة مش هتشطة بس ايه، عسل سكر. يعني مفيش في قلبك غير يا رب؟ مفيش في قلبي ولا دنيتي ولا عمري غيرك انتي، من يوم ما بقيت مراتي واحنا عاملين كده زي جوز الحمام اللي واقفين هناك دول. مفيش في قلبي ولا حياتي غيرك انت يا ام محمود. ايه مالك يا صفية؟ الدنيا بتدور بيا يا ابو محمود. سلامتك الف سلامة. خفت عليا يا ابو محمود؟ هو انا عندي مين بس اغلى منك اخاف عليه؟ تعبانة اجيب لك دكتور؟ ما تخافش عليا يا حبيبي انا بخير. بخير ازاي بس؟ انا بس ما حبيتش اقول لك الا لما اتاكد. تتأكدي من ايه؟ انا حامل يا ابو محمود. سلامتك يا صفية، الف سلامة عليكي كده برضك، تبقى حامل وما تقولناش، واقفة تغسلي وتطبخي وتنفضي وتأكلي الحمام في العشة. ما تخافش عليا يا ابو محمود انا كويس. بس من هنا ورايح عايز راحة تامة وشغل البيت والولاد. يا ماما يا حبيبتي انا هعمل كل حاجة وكمان هخلي بالي من اخواتي. يا حبيبتي انت عندك ثانوية عامة. يا ماما يا حبيبتي ما تقلقيش، مش انت علمتيني شغل البيت والطبيخ؟ سلام، ربنا يبارك لي فيك يا نورة، طالعة جدع على ابوكي. يعني انت هتجيبيني نونة صغير يا ماما؟ ان شاء الله يا حبيبتي. وهتسموه ايه؟ يا اخي استنى اما امك تقوم بالسلام. يا ساتر عليك يا محمود. يلا يا نورة خدي اخواتك واطلعوا وسيب امك ترتاح. حاضر يا بابا. يلا يا محمود. يلا يا يلا. ألف سلام عليك يا حبيبتي، أنا عايزك من النهاردة تستريحي على الآخر. هو أنا أول مرة أحبل؟ ما أنا كل مرة ببقى حامل في التاسع وبعمل شغل البيت بنفسي. المرة دي بقى مفيش حركة خالص، وإذا كان يا ستي على شغل البيت أنا ممكن أرجع بدري من الورشة وأعمل كل حاجة بنفسي، أهم حاجة تؤمننا بالسلامة. أنت بتحبني يا عربي؟ وده سؤال برضو، دي كلمة بحبك دي شوية عليكي إن أقولها لك. داني مفيش في دنيتي غيرك، ده انت حبيبتي وصاحبتي ومراتي وام عيالي، ربنا ما يحرمني منك ابدا. انت صحيت من بدري ولا ايه؟ صحيت معاه اذان الفجر، صليت الفجر حاضر وقلت انضف البندقيه وزيتها. تنضفها وتزيتها؟ انت بتضحكي يا نوره، فاكره البندقيه ملهاش عوزه؟ لا ده بكره هيبقى ليها لازمه. بكره تقولي ابويا قال لي. صحيتي يحيى؟ لا لسه، هروح اجهز الفطار وبعدين اصحيه. لا
جهزي انت الفطار وانا اللي هصحيه عشان ما تتعطليش. حاضر يا بابا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا حبيبي. نمت كويس؟ الحمد لله. عارف يا يحيى انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه يا بابا؟ نفسي افتح ولو دقيقه واحده اشوفك فيها واملي عيني بيك. ان شاء الله اموت بعدها. بعد الشر عليك يا بابا. مش انت قلت لي ان الحاجه اللي ما بتقدرش تشوفها ممكن تتخيلها؟ يعني ممكن تتخيلني؟ يا ما تخيلتك في أجمل شكل وأحسن صورة، لكن أنا واثق إن صورتك أجمل من أي خيال. اللحظة اللي فقدت فيها البصر ساعة ما اتولدت شفتك بألف عين وعين، شفتك بخيالي. اللحظة دي لحظة ما ربنا حرمني من نور عيني ساعة ما اتولدت، محفورة في قلبي ومطبوعة جواه. هخير يا دكتور، عرب مصطفى عاملين الاثنين اصابة شديدة جدا، احنا دخلنا اوضة العمليات بس ما افتكرش ان هيكون في امل في انقاذ عليهم. ايه اللي هتقوله دي يا دكتور؟ عشان المستشفى ما فيهاش امكانيات، بورسعيد كلها متحصنه من كل جهه. ما فيش اجهزه تقدر تدخل ولا معدات طبيه، على العموم احنا هنعمل كل جهدنا وهنسيب بقى على ربنا. ادعوا له. الحمد لله يا ريس فخري. احنا لازم نبلغ ام محمود بالحصول العربي. جمال ابني بيقول انهم نقلوها مستشفى المبره عشان تولد. هات العواقب سليمه. تعالى نطمن عليها. يلا بينا. ده الجنين باين عليه مش عارف ايه يا دكتور. الولاده متعسره جدا والجنين محشور جوه. ده باين عليه حته خطيره. ربنا يستر. اخبارك ايه؟ انا حاسه اني هموت يا دكتور. لا 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 كله تمام، احنا ندخل اوضه العمليات حالا. مين الطفل اللي بيعيط ده؟ ده
اخويا يا بابا. ايه ده؟ هي امك ولدت؟ ايوه وجابت ولد. هو فين؟ اديهولي يا نوره، عايز احضنه واحس بيه. باين عليها حلو وزي القمر. فعلا يا بابا زي القمر. انا هسميه يحيى. انا متفق مع امك ان لو جه ولد نسميه يحيى. هي امك لسه في المستشفى؟ يا نورة بتعيطي ليه؟ امك جرى لها حاجه؟ سبتيني ليه يا صفية؟ ده احنا كلنا محتاجين لك. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا هم الابرار ما لهمش مكان وسطينا؟ وعمرهم في الدنيا قليل. بابا عشان خاطري تعال ادخل اوضتك ارتاح. ادخل اوضتي؟ ادخل اوضتي ازاي؟ وامدد على سريري ازاي؟ وارتاح ازاي بعد امك؟ الدنيا بقى طعمها مر اسخن من الصبار. كفايه يا بابا عشان خاطري كفايه. محمود خد اخوك طلعه اوضتك وخد اختك معاك. بابا عشان خاطري تعال اقعد، عندي كلام كتير عايزه اقوله لك. ان المسؤوليه بقت كبيره عليا من بعد اللي حصل، والبيت محتاج للي يرعاه وياخد باله منه، ومن محمود ومن توحه ومن يحيى ومن حضرتك كمان. قصدك ايه يا بنتي؟ انا هسيب الجامعه. ايه بتقولي؟ ايه انا صحيح دخلت كليه الحقوق اللي انا بحبها وادينا اهو في اول سنه، بس يا بابا الظروف اللي بقينا فيها مش هتخليني فاضيه دقيقه واحده. وكمان انا هشتغل في مصنع النسيج. ما هو حضرتك مش هتقدر تشتغل تاني في ورشه الميكانيك. لا يا نوره لا. ارجوك يا بابا ابوس ايدك، اذا كان انت ما استخسرتش عينيك في الواجب، مستكتر عليا اسيب الجامعه علشانكم، مع انها تضحيه صغيره قوي قصاد اللي انت ضحيت بيه. مالك يا بابا؟ ساكت ليه؟ مفيش يا ابني مفيش.